للمحبة غارس على منهج الخير أغلى المدارس، وفي صحبة الذكر نور الحنايا، وبالذكر يزدان عطر المجالس. بمجلسنا فيض نور العقيدة، وتبيان أسمى المعالي الفريدة، وذكرك يا رب يمحو الخطايا، وتسعد فيه القلوب الوحيدة. هنا قد أتانا من الدين الإكرام، وكفارة المجلس اليوم الطهرى، بأرواحنا من عظيم اللوايا، وفي مجلس الخير بالذكر عطرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي، هنا حديث هو أعظم حديث في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الركيزة الكبرى في هذه الشعيرة والسنة العظيمة والعمل الصالح. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ كانوا في مجلس سعد بن عبادة، فقال أبو مسعود البدري: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك، علمنا. سبق أن علمه السلام صلى الله عليه وسلم، قال: قولوا هذا المعلم، هذا لفظه: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، ورد في العالمين إنك حميد مجيد. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، هذا حديث صلى الله عليه وسلم، وهو اللي نقوله في التحيات، وهذا من أجل الحديث وأجمعها وأشملها وأكملها. وحبذا في ساعة الاستجابة أنك توقف كل اتصال وتبدأ في الصلاة الإبراهيمية يوم الجمعة وتعيش معه، وحتى أنه يلبي لك الله أغراضك ولو ما سألته بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب سيد القراء في الترمذي وأحمد قال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أبي سيد القراء والمنذر يقول: شيخ الإسلام معنا من صلاتي يعني من دعاء إذا دعوت له وقت يدعو الله سبحانه وتعالى. قال: إذا دعوك كم أعطيك يا رسول الله من الدعاء صلاة لك؟ قال: ما شئت. قال: أعطيك الربع. قال: انزل تحسن. قال: الثلث. قال: انزل تحسن. قال: النصف. قال: انزل تحسن. قال: الثلثين. قال: ما شئت وانزل تحسن. قال: لك دعائي كله، صلاتي إذا رفعت بس كلها صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الجواب. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك، الله يكفيك الهم ويغفر ذنبك. ما هي مشكلة الحياة وما هي مشكلة الآخرة؟ مشكلة الحياة الهم. يقول ابن حزم: كل العقلاء يسعون من الصباح المساء لطرد الهم بأي وسيلة، الهم. ومشكلة الآخرة الذنب، إنه ما عذب الناس إلا بذنوبهم. لك على الله إذا أكثرت من صلاتك على رسوله بأبيهم صلى الله عليه وسلم أن يكفيك الله هم الدنيا وذنب الآخرة. الصلاة الإبراهيمية اللي تصليها، لكن تعيش مشاعر: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. علمهم صلى الله عليه وسلم. ولك في الصلاة الفائدة أن تقول الله في غير هذا: اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. في حديث أبي مسعود الثاني: اللهم صل على محمد النبي الأمي زوجات ما تمن ذريته كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، اللهم بارك على محمد النبي الأمي وزوجاته وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم. لكن حديث كعب بن عجرة الأصل فيه في الصحيحين وواضح وسهل، وتستطيع أن تقوله، وإذا ما استطعت قل منها 10 في الصباح و10 في المساء. تعرف أن كما في الصحيح من حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه ب10، صلي واحد الله يصلي عليك 10 مرات. وعند أحمد في المسلم: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرة صلى الله عليه 10 صلوات وكتب له 10 حسنات ومحى عنه السيئات ورفع 10 درجات. هذا بالصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة. فسبب رضوان الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب صلاة الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو امتثال لأمر الله الشرعي،
ومشاركة الملائكة والمؤمنين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومنها أن الله ينفي عنك البخل، لأنه ورد بالحديث الصحيح في الترمذي: البخيل من ذكرت عنده فليصلي عليه، فإذا صليت عليه رفع الله عنك اسم البخل. ومنها أن الله ينجيك من إرغام الأنف، لأنه في الغالب اللي يترك الصلاة، أنا جربتهم شفتهم متكبر متجبر، حتى إذا قلت في مجلس قال صلى الله عليه وسلم سكت، قلنا صلى عليه ما ميت خلاص، في شبهة في ذنب في خطيئة ما يصلي. حتى بعض الكتاب شفت يكتب محمد ما يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول في الندوة والرسول كان قال ومحمد بجفا جزاؤه يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من ذكرت عنده فليصلي عليه. صنع صلى الله عليه وسلم، صنع للرسول صلى الله عليه وسلم منبر ثلاث درجات، فصعد الدرجة الأولى قال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين، ثم جلس. قالوا: على ماذا أمنت يا رسول الله؟ قال: صعدت الدرجة الأولى في المنبر فقال لي جبريل: رغم أنف من ذكرت عنده فليصلي عليه، قل آمين، قلت آمين. صعد الثاني قال: رغم أنف من أدرك أبوه أحدهما فلم يدخل يغفر له أو يدخل الجنة، قلت قل آمين، قلت آمين. صعد الثالثة قال: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك وخليلك ومصطفاك، وسلم تسليما كثيرا، وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أسأل الله لي ولكم المغفرة، وأسأله سبحانه يسقيني وإياكم شربة من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه لا نظمى بعد أبدا، ويجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيد والأداد آدم صلى الله عليه وسلم، فصلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا، صلى الله وسلم عليه في الأولين، صلى الله عليه وسلم في الآخرين، صلى الله وسلم عليه يوم الدين، صلى الله وسلم عليه كل ما ذكره الذاكرون، صلى الله وسلم عليه ما غفل عن ذكر الغافلون، وجزاكم الله خير، وإلى اللقاء. أيا من غدا للمحبة غارس، على منهج الخير أغلى المدارس، وفي صحبة الذكر نور الحنايا، وبالذكر يزدان عطر المجالس، بمجلسنا فيض نور العقيدة، وتبيان أسمى المعالي الفريدة، وذكرك يا رب يمحو الخطايا، وتسعد فيه القلوب الوحيدة. هنا قد أتانا من الدين الذكران، وكفارة المجلس اليوم الطهرى، بأرواحنا من عظيم اللوايا، وفي مجلس الخير بالذكر.